البداية بأخبارنا الأمنية، حيث تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية طهران من الإطاحة بأكبر شبكة لترويج الإكستازي على مستوى الغرب، وهي العملية الأكبر من نوعها على المستوى الوطني، حيث تم حجز ما يقارب 21,000 قرص إكستازي قيمتها المالية 4 ملايير سنتيم. كما تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 30 سنة من ذوي السوابق العدلية، وحجز أيضا سيارة ودرجتين ناريتين و1000 أورو و13 مليون سنتيم. المزيد مع صرف رندية. خلال فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن طهران، تمكنت من حجز كمية تفوق 20,000 قرص من نوع الإكستازي، القيمة المالية تقدر أو تتجاوز 4 ملايير سنتيم. توقيف 4 أشخاص تورطوا في هذه العملية عن طريق نسج خطط تمويهية للتملص من مصالح الأمن، استعمال مركبتين تم حجزهما، إضافة إلى دراجتين ناريتين، درجة نارية كانت تستعمل في نقل هذه السموم. كما تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة الثانية لأمن ولاية طهران من تفكيك عصابة جمعية أشرار تتكون من 6 أشخاص، مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة مختلفة الأنواع والأحجام وقارتي مولوتوف و40 وحدة من المشروبات الكحولية مع درجتين ناريتين ومركبتين. صرف رندي ثانية. تمكنت مصالح الامن امن الدائره السينيا من تفكيك عصابه اجراميه خطره كانت تستعمل الاسلحه البيضاء، وهذا للاعتداء على المواطنين، وكذلك زجاجه حارقه. هذه العصابه الاجراميه التي زرعت الرعب تمكنت مصالح من القضاء عليها ومن احباط كل عملياتها وحجز كميه كبيره من الاسلحه البيضاء والزجاجه الحارقه. نبقى دائما في الشان الأمني، حيث تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالغزوات ولاية تلمسان بالتنسيق مع مصالح الجمارك من حجز كمية جد معتبرة من الكيف المعالج كانت محملة على متن سيارة تخلى عنها صاحبها ولذا بالفرار المصالح. وبعد تفتيش السيارة عثرت على أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج من أجود الأنواع. هذا ولا يزال التحقيق متواصلا لمعرفة أفراد الشبكة الدولية التي تنشط في مجال تهريب السموم. فاطمة زر جوال ومحمد معاذ. في اطار مكافحه الجريمه المنظمه العابره للحدود واستغلال المعلومات وارده الى كتيبه الدرك الوطني بالغزوات، مفادها تمرير كميه معتبره من المخدرات من التراب المغربي الى التراب الوطني. على اثرها تم وضع خطه محكمه مكنت افراد الكتيبه من حجز كميه معتبره من المخدرات قدر بوزنها ب 1024 كيلوغرام، كانت محمله على متن سياره نوع رونو 25. التحريات في القضية متواصلة من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتلمسان من أجل توقيف الأشخاص المتورطين. إلى واقع التنمية ببلدية بئر الشهداء بولاية أم البواقي، حيث يعاني السكان هذه المنطقة من نقص فادح في التغطية الصحية سيما أثناء الفترة الليلية، مما دفع بالمرضى إلى التنقل صوب المصالح الاستعجالية الطبية الجراحية البعيدة. يقول رشيد مقدم. في بلدية بئر الشهداء غرب ولاية أم البواقي لا خدمات صحية ولا تكفل طبي استعجالي ما بعد الساعة الرابعة عصرا، والسبب غياب المداومة الليلية لضمان الاستعجالات الطبية والجراحية بهذه العيادة المتعددة الخدمات التي تغلق أبوابها مساء ليبقى المواطن يعاني. عندنا إنسان نادف ويزيدوا في قسنطينة، في عين مليلة، في أم البواقي، في تاجنانت، واللي ما عنده سوارد وين يروح؟ وتزداد الوضعية تعقيدا كلما استدعى الأمر تحويل المرضى إلى المصالح الاستشفائية بكل من عين مليلة، سوق العمان، وقسنطينة، سيما أثناء الفترة الليلية، مما يؤجج مشاعر الاستياء. هزيت وجبت أنا لزيرجونس، أنا ما كان والو في رملة، ما كان لا في رملة لا طبة لا ذيك. قالت لي ديه سوق العمان والله ديه هنا للطبيب الحسين. وليت ديته سوق العمان بس، وأنا وهو اللي جبت وداويت وروحت في الليل. دايرين 7 طبة يخدموا في النهار، وفي الليل يقول لك اليد العامله ما كانش. احنا مستعدين نطوعوا ونجيو نعسوا معاهم نديروا كلش. 7 طبا يخدموا في النهار ولا كارد يروحوا يديروهم في الاخر. في سوق نعمان وفي عين مليله وفي بيرش هذا ما كانش. ولكن احنا العياده يعني عباره عن هيكل يعني. انا نطلب من المسؤول والمسؤول السيد الوالي ان شاء الله ياخذ بعين الاعتبار كي يسمع هذا الطالب، وهذا الطالب نتاع جميع المواطنين والسكان المجاوره لهذه البلديه هذه. يعني باش
يفتحوا لنا هذه العيادة المتعددة خدمات تعمل في الليل وتعمل في النهار. هذا ويعاني سكان بلدية بئر الشهداء من ضعف التغطية الصحية بالمنطقة الحضرية، فما بالك في المناطق الريفية النائية. إلى موضوع آخر، عرف سعر مادة السكر هذه الأيام خاصة بولاية ثمن راس ارتفاعا محسوسا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 150 دينار جزائري مثار استياء المواطنين. تقرير عبد الرزاق حاجي ووردة أقشيش. في سابقة هي الأولى من نوعها تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من السكر 150 دينار جزائري ببلدية عين قزام ولاية ثمن راس، أمر أثار استياء وتذمر السكان فيما طالبوا بتدخل عاجل لفك الأزمة. السكر أغلى في الشهر هذا، الحقطة 15,000 ولازم مراقبة في الحدود نتاعنا، لازم تكون مراقبة. عندي المشكل تاع السكر على أغلاف عين قزام، ترانسبور من هنا لعين قزام باش يلحق السكر لازم يلحق بالدوبل، على خاطر هنا الطريق مكسرة، الحفار اللي يروح هنا هذا 20 قنطار تاع السكر كي يلحق لعين قزام مروح ربع رواد ستة ولا مروح نيتبو ولا مروح. من جهته رئيس حماية المستهلك أوضح أن التجار بدورهم ينتهزون استهلاك المجتمع الصحراوي لهذه المادة من أجل الزيادة في سعرها رغم دعم الدولة لها. نطلب من السلطات المكلفة بهذه القضية تشوف لنا المشكلة هذه، لخاطر السكر المادة اللي تستعمل في عين قزام دائما في لاتايات، الناس تاع عين قزام دائما يشربوا في لاتاي، يكثروا في لاتاي والبدو الروحل، ماذا بينا المشكلة نتاع السكر يهبط. ديجا هذه المادة في السلعة المقننة مدعمة من طرف الدولة، الدولة دار المجهودات نتاعها دعمت المواد الأساسية، المواد الغذائية دعمتهم للتجار باش ما يرتفع الأسعار نتاعهم، باش ما يرتفعش سهلت لهم، خلصت لهم ترانسبور، خلصت لهم كلش باش السعر. كاينين البعض التجار اللي انتهزوا الفرصة هذه ولحقوها إلى 15,000. بعيدا عن الرحمة ينتهز التجار أدنى فرصة لاستنزاف جيوب المواطن الذي يعتبر أكبر ضحية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية. إلى ولاية غردايا، حيث يشتكي سكان عين لوبو من الوضعية غير الصحية التي آلت إليها خزانات مياه لوبو والتي تسببت في إصابة العديد منهم جراء شربهم الحدفيات. تقرير عصام بخاري وشاهين عزيزي. بهذه الخزانات يتم حفظ مياه الشرب، وضعية كارثية وانعدام لأدنى شروط الصحة، وهو ما تسبب في إصابة العشرات من الأطفال والمواطنين من حي لوبو بولاية غردايا جراء شربهم من هذه المياه. كاين حشاك حتى الكلاب يجوا هنايا يشوفها، حية مفتوحة حية منا إهمال، ما فهمناش احنا رانا بني آدم ولا ما فهمناش، والله ما فهمنا حاجه، والله ما فهمنا حاجه. هذا ما هذا ما نشربوا فيها، هاك تشوف بعينك. الناس تعون فيه الدراري ينقزوا منه قرع، ديفا قط ينقز، كل حاجه فيه مهموله، قاع مهموله تشاطر تاع عين لوب. ليكلي كل وهذا الحي كامل ورانا نشربوا من هذا الماء، علموا فينا في النظافه، ينظفوا رواحهم قبل من بعد يعلمونا النظافه. راك تشوف الماء كي داير مسخ زبل، الناس تعون فيه، الكلاب حشاك جيفه، كاع كيما راك تخزر لا نقا لا نظافه، الناس راهم يعلموا فيهم النظافه نقا باش يجوا باش منظمين كيشرب الماء. ولد عمي راه الناس تمرض، راه في السبيطار، راه ولد عمي راه مرض كارثه كيما يقول لك، مش حاجه سهله. وللاستقصاء عن الموضوع حاولنا التقرب من مسؤولي الجزائريه للمياه للحصول على تصريحات، لكنهم رفضوا الادلاء باي تصريح، وكاميرا تلفزيون النهار رصدت التالي. درتو البلد عند لابوليس؟ خلاص دابا نوض دابا نشوف مع المدير يجي براسو العباد، على بالي البيان اللي جاك بالسيف ما جاك تما باش رحتو عنده درتو بوزيتو. واش قلت لك؟ واش من نمو الطفيليات بالمياه ونقص النظافه بالخزان يبين تلاعب مسؤولي الجزائريه للمياه بصحه مواطني حي اللوبو. رانا خلصوا عليه ديجا ما مالش باطل ولا حاجه. نختم مشاهدينا أخبارنا المحلية من ولاية بجاية مع زهير، هذا الحرفي الذي في حرفي يقول في النحت على الخشب، والذي مزج بين حب الحرفة واتقانها واستطاع أن يتفنن ويبدع فيها في هذه الحرفة التي تحتاج إلى دقة وتركيز كبيرين، لكن مشكلة التسويق يهدد حرفته. نكتشف في تقرير صبرين عرقوب ونجمة بكرش. بين هذه التحف الجميلة ينقلنا زهير في عالم الإبداع والجمال، حيث يستغل هذه المادة العادية التي تتمثل في الخشب
ويحولها إلى تحف قمة في الجمال بأشكال مختلفة. كمي كومونسي على سمي تحف ساكلي كل 2000 2001 خدم على ليزونجي على ليزونفون خدم على شومبرا كلشي خدم على صالو خدم على الديكور خدم على راكي راه الستاجو راه لي بوزار المواهب من عند ربي سبحان الله. قسم الذكرى كي تديسيني خدمة سينموس بدا سينموس بدا لاسكيبتور. حبه لهذه الحرفة ورغبته الجامحة في مواصلة المسار يقابله عراقيل تحول دون هذا الهدف، وذلك بسبب غياب مساحة العرض من أجل تسويق وبيع تحفه والاستفادة منها. لي بروبليمي تما كارت تما كارت كي البوان ولاش البوان اللي على ذاك الجزيرة البوان اللي على ديك التمر والزان فوالا باسكو لا البواريج كاين البواريج شوية ولاش لاكاليتي اللي على السيكس اون بليس مام تما شغل لي كليون تما مام دي دوموندي الحاجات تما شغل تخدم تاع البوال عالي كوني ماشي دا بروبليم لا ولاش البروبليم تما شغل انت فرا البوال عالي اون بليس غالي غالي شوية سا بروبليم كي الماتيريال تحتاج الماتيريال انت فرا هذاك. زهير حرفي يقضي معظم وقته بين هذه التحف الجميلة، فهو يعتبر هذه التحف جزء منه لارتباطه الكبير بها وكذا الروح الذي يبدع بها. نهاية الموعد المحلي، شكرا لكم على طيب المتابعة. عودة إلى ناصر وبقية الأخبار.